أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين تفضل استريح زيك يا شباب اولا بنرحب بكل الحاضرين معانا من اماكن بعيده وقريبه وفي كمان ناس معانا اونلاين قالوا لي عدد الحاضرين في القاعه اكثر من 400 الصوت وحش صوتي وحش برضو كده أنا اخرتها <مشرك> ها؟ مش سامعين طب ده طب ساكت ليه علينا من الصبح شكرا صوتي حلو اوعى معانا في داخل القاعة حوالي 400 من الخدام حاضرين ومن اونلاين آه يقرب او ازيد من 100 طبعا القاهرة بنها طنطا الشرقية المنوفية طموه الجيزة الأليوبية وأونلاين عندنا من قطر والغردقة واسكندرية والزقازيق وحلوان وجنوب سيناء والمنصورة والبحر الأحمر و15 مايو وسوهاج والمنيا والصف والعاشر من رمضان وبنها وميد غمر وطنطا وطور سيناء حاجة عظيمة جدا نعم أسوان ويلكم أسوان <applause> بس انت عايشه هنا ولا جايه؟ معقول؟ كل اسبوع تيجي من اسوان؟ <applause> بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كريجما العنوان بتاع المحاضره النهارده كلمه يوناني معناها الكرازه. والكرازه هي الوسيله التي انتشر بها الايمان المسيحي في العالم ودي شيء نفتخر به لان كلمه كرازه معناها تعليم تخيل لما يكون في مبدا وعقيده وديانه تنتشر بالتعليم والمحاضرات والمحاورات وحد يعترض ويكرز بيرد عليه وناخد وندي دي في منتهى السمو هناك مبادئ تنتشر بالعنف بالغصب بالسلاح في مبادئ تنتشر بالإغراءات الناس تتعارك مع بعضيها ويتقاتلوا علشان في الآخر في مبدأ هو اللي يفوز والتاني يقع لكن يجب أن نفتخر أن الإيمان المسيحي انتشر بحاجة اسمها الكرازة كريجما حتى لما ظهر في تاريخ الكنيسة بداية بدري ومتأخر هرتقات وبدع كان وسيلة المواجهة هي عقد مجامع مش حرب نجتمع ونتفق ونتفاهم ونجيب الشخص اللي له رأي مخالف نناقشه ويعطى فرصة أن يعبر عن رأيه وفي الآخر الكنيسة تحكم هو صح ولا غلط فدي برضو طريقة حضارية يحل المشاكل. أحيانا نعم كريغما يوناني أحيانا حتى في البيوت عندكم ممكن راجل ومراته في مشكلة يتفاهموا يتحاوروا بصوت هادي وممكن الحوار يجي عند نقطة مسدودة يقول لها طب خلاص هنقف كده وبكرة نكمل عشان ما نتخانقش وعلى مستوى الكنيسة لما يكون عندنا حاجة تدبيرية نتحاور لكن لا يوجد قتال فدي أول نقطة في موضوع الكرازة إنجيل مرقس إصحاح 16 العدد 20 بعد صعود ربنا يسوع المسيح يقول اما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه امين يثبت الكلام فكان وظيفه الرسل وظيفه كلاميه والكلام يحمل قوه عشان كده يقول لك ثبت الكلام بالايات التابعه واحنا نفسنا كلكم خدام مرحلة ثانوي وفي بقية المراحل وبقية الخدام خدمتنا في الكنيسة هي خدمة تعليم شيء في منتهى الرقي أنت راح الكنيسة تتعلم وتعلم ولما يكون مجتمع في هذا اللقاء خمسمية من الخدام أو أكثر بتبين رغبه الشباب القبطي في التعلم بالرغم ان ايه اخر ما تاخدوا الكورسات او غيره مش هتاخد شهاده تكفل لك فرصه عمل ولا هتاخد شهاده تخليك تترقى في شغلك او يديك علاوه طب انت جاي تدرس ليه اي واحد بيروح يدرس دبلومه ولا كورس ولا حاجه عشان يحسن مستقبله الوظيفي كون جمهور من الشعب جاي واحنا كل يوم كنائس فيها تعليم وانتوا نفسكم بتشاركوا في حركة التعليم معناها إن كنيسة ماشية في اتجاه مظبوط أول حاجة إذا كانت الكنيسة الأولى قامت على الكريجما أو الكراز وانتشر الإيمان في كل العالم بالكرازة والتعليم. النهارده إيه بقى؟ ما هي الكرازة المعاصرة؟ كل تعليم أنت تعلم به في الكنيسة هو نوع من الكرازة. كل جيل من الأجيال وكل عصر له تحدياته. يعني أيام أبائنا الرسل التحدي كان الوثنية. بأفكارها الغلط والفلسفية وكان يقوم على تعليم الفلسفة الوثنية فلسفة علماء وليهم مكانة في المجتمع وغالبا كان الأب الرسول اللي بيروح يخدم بالنسبة لهم كان يعتبر جاهل اللي جاب الجاهل ده مع ناس معاها دكتوراه وهتقدر عليهم وتعمل راسك براسهم ده ماري مرقص في مصر عمل مدرسة لاهوت أي مدرسة لاهوت أو أي مدرسة عموما أنت محتاج مكان ومحتاج كوريكولم منهج ومحتاج أساتذة بالأكتر طب أنت معاك مين يا ماري مرقص يقول معايا ربنا طب ازاي هتنشئ مدرسه لتعليم اللاهوت؟ يقول ايه المشكله؟ نقول ما عندكش اساتذه، نقول نعمل اساتذه. تعملهم ازاي؟ قال اللي هيبقى مسيحي اعلمه ويدرس. خبط لزق كده يعني اول امبارح كان وثني، النهارده يبقى استاذ لاهوت. انت مش خايف ان التعليم يتلوث بالافكار الوثنيه يقول لي والروح القدس راح فين؟ طب زي ما هو أخذ دكتوراه في الفلسفة الوثنية انشئ درجة دكتوراه مثلا يبعتوا أورشليم يدرس هناك اللاهوت ويجي يدرس، قال لي إحنا فاضيين ده إحنا عايزين نأسس كنيسة والعمر قصير لأن الرسل استشهدوا فكان عندهم تحديات تتمثل في الوثنية وأيضا في اليهودي اليهود كانوا يقاومون المسيحيين ويضطهدونهم وحتى اللي أمنوا بالمسيح من اليهود كانوا بيتبنوا بدعة اسمها إيه؟ ها؟ التهود فكان في تحديات لكن أباؤنا الرسل نجحوا في الكرازة وخرج الجيل الاول ايمان بيور ما اي شائبه ولا اي تشويش. سواء الذي امن بالمسيح كان من اصل يهودي او من اصل وثني، كله ايمان واحد. نحن الان في تحديات قد تكون اخرى غير اللي واجهوها اباؤنا الرسل او في الاجيال القديمه. على الاقل نستطيع ان نرصد أربع تحديات واحد الإلحاد الإلحاد ينتشر في العالم زي النار في القش نمرة اثنين التحدي بتاع التشكيك ضد الإنجيل وضد المسيح وضد الثالوث نمرة ثلاثة التحدي ضد الأرثوذكسية التريقة على كل ما هو في الكنيسة وفي الأسف تحدي ضد الارثوذكسيه في تحدي داخلي وتحدي من بره يعني في ناس مش ارثوذكس بيحاربوا الارثوذكسيه وفي ناس جوه الكنيسه عاملين زي السوس اللي بينخر في عظم الكنيسه والتحدي الرابع هو ضد المبادئ والاخلاق ويمكن الرابع ده هو اكتر حاجه ملاحظه في هذا الجيل بسبب الميديا وانتشار المعلومات والفيديوهات والبورنو والشذوذ الجنسي المنتشر في العالم كله وتسرب الافكار المرتبطه به من بلد لبلد والاطفال والشباب والفتيان بيقروا بيسمعوا وبيفهموا حاجات ما كانش حد دريان بيها قبل كده في وسط الضيالمة بتاعه الالحاد الحاده ضد الاله عموما ضد جميع الديانات وبعدين في توجه خاص ضد المسيحية. وفي توجه خاص ضد الارثوذكسية، وفي توجه عام ضد الاخلاق. لما يكون ابائنا الرسل كرزوا بالانجيل في ظروف صعبة ونجحوا. ليس لنا اي عذر في ان احنا نتعطل عن كرازتنا بالرغم من وجود هذه التحديات. علما بان الكرازة بتاعت أبائنا الرسل كان ظروفها أصعب من النهاردة على الأقل ما كانش في ميكروفون يعني أقعد أنا أتخيل لما بصلي في البروسية في كلوب بي. دي معمولة من 225 سنة يعني جه وقت ما كانش في ميكروفون كيف كان يصلوا في الهيكل والشعب سمعه إزاي واحد بيوعظ والناس تسمعه بوضوح قص على هذا ايام المسيح وايام الرسل ما كانش في اجهزه تسجل الكلمات يعني النهارده في بعض المعاهد المسيحيه القبطيه يجي يسجل معايا كورس لاهوت سجله وبيعيده كل سنه للطلبه دول فانا اوفر عليا جهد ان انا اروح له كل سنه ادي سلسله محاضرات جهد ووقت ما كانش كده أيام الرسل اللي بيقولوا هنا لازم يقولوا هنا وأعتقد لو كان في جمع كبير ده أنتوا 400 والميكروفون لما كان ضعيف قلت له مش سامعين اشحال لما كان في 5000 واحد أمنوا يوم العنصر سمعوا إزاي؟ أكيد بطرس هو بيتكلم في ناس من بعيد يقولوا مش سامعينك يقول لهم طب أنا جاي لكم هيقول نفس الكلام وبعدين ناس تانيين يقول نفس الكلام وبقية الرسل منتشرين في وسط الجموع إذا كان آمن خمسة الاف ولا كام يبقى اللي حاضرين كانوا كام ثلاثة آلاف حاضرين كانوا كام أكيد أكتر ما هو مش كل الحاضرين أمن خمسة آلاف دي بعدها بإصحاحين هما ثلاثة الاف يوم العنصر في نفس الوقت أنا النهارده جاي من خدمة أخرى لهنا وعارف إن الحاضرين أقباط أرثوذكسي بيحبوني وبحبه ويستقبلوني بلحن كيزماروقوت ويبقى متمنيين نشوف بعض الوضع لم يكن هكذا مع الرسل لأن كان بيروح يدخل مجمع مع اليهود مش كنيسة ما كانش فيه مكان عايز ويتكلم مع اليهود اللي هم لسه يهود بعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن ويقيموا يضربوا في بعض والرسول اللي في الوسط يتهرس يسيب مجمع اليهود يدخل في معبد الأوثان يتكلم مع الوثنيين بعضهم يقبل الكلام بعضهم يقول ماذا يقول هذا المهزار ويطردوه أو يضربوه فبيدخلوا في أماكن ما يعرفوهمش ومش مستعدين يسمعوا وحتى اللي بيسمع معندوش خلفيه ده بيبتدي من من الزيرو وسائل الانتقال كانت ضعيفه مش عربيات مكيفه ولا طرق مسافلته والمسافات كان من بلد لبلد مش زينا من وسط البلد لامبرويس بيسافروا مسافات بولس الرسول يقول لك انكسرت به السفينه ثلاث مرات ده ايه الحكايه انت بتنشن على السفينه اللي ناوي تنكسر دي الوسائل بتاعة زمان مش زي النهارده لا طيران ولا سفن مجهزه ولا عربيات مكيفه فيها سوست ومساعدين والواحد ينزل لو مشوار بري يركب كارته زي الحنطور يخطخط فيه في ارض مش معبده كويس ينزل على الخدمه وطبعا المشاوير الطويله تستغرق وقت، ازاي انت يا معلمنا بولس اسست كل الكنائس ديه في وقت قصير والمسافات طويله ومواصلات ضعيفه. عمل ربنا. هناك كان تحديات اكتر من اللي احنا فيها. لما يكون ربنا يسوع المسيح تلمذ 12 رسول و70 رسول وضيف عليهم بولس الرسول 83 راجل قدروا ينشروا الإيمان في العالم كله. النهارده أي كنيسة أنت بتخدموا فيها فيها 200 و300 خادم. بتخدموا مين؟ ناس أقباط أرثوذكس. وبنفتقد مين؟ اللي ما جاش. واللي جه كويس. ده إذا افتقدنا. حقيقة لا يوجد سبب كافي أن تكون كرازتنا بالمسيح ضعيفة. بالعكس نحن مطالبين إن احنا ندرس كيف نرد على الإلحاد. وسهل جدا. أقول لكم ليه سهل جدا نرد على الإلحاد؟ لأن أنا لو قلت لكم عارفين القاعة دي اتعملت إزاي؟ تقولوا لي إزاي؟ أقول كنا قاعدين في مقر البابا والحته دي كانت حته ارض فاضيه طلعنا لقينا فيها مبنى تقول لي انت بتهزر؟ ملهاش صانع تقول لي مش ممكن هي كده لوحدها تقول لي العقل ما يقبلهاش طب هقولها لك بطريقه ثانيه كنا قاعدين مع البابا شنوده وقال عايزين نبني مبنى في الحته الفاضيه دي جبنا المهندسين والمقاولين وقعدوا عملوا خطه وبنوا المبنى ايهما تقبله بسهوله؟ حد عمل حاجه فاذا كان مبنى مش هنقبل ان هو وجد لوحده فكان بالحري كون عشان كده قال الجاهل في قلبه ليس اله لازم أي خادم فينا يكون جاهز للرد على أي فكرة إلحاد ودي كرازة ده الكرازة مفروض لغير المؤمنين أنا دلوقتي بنزل لمستوى إن أنا عندي في ثانوي ولاد أرو بعض أفكار إلحادية أو سمعوها من زملاتهم أو دخلوا على مواقع إلحاد وشافوا فيديوهات بتنكر وجود الله ببرهان علمي طبعا في مغالطات البرهان العلمي عن عدم وجود الله في مغالطات انت تكون جاهز عشان تكرز بوجود الله نمره اثنين التحديات ضد المسيحيه لازم تبقى جاهز انك تدافع عن صحه الانجيل وعدم تحريفه ودايما في الحته دي او في اي تشكيكات بحفظكم ثلاث اسئله. حد عرفهم؟ ها؟ مين وامتى وفين؟ منتهى البساطه. واحد بيقول لي الانجيل اتحرف اقول له مين حرفه؟ وفي اي قرن؟ وفي اي بلد؟ لا يوجد اجابه يبقى انت ترجع بالاتهام بتاعك تبل وتشرب ميته. لان اللي عنده اتهام يجب ان ياتي بالادله ما تتعبنيش اثبت لك الانجيل صحيح انت عندك قضيه بتقول هو محرف اثبت لي انه محرف قول لي مين حرفه وانا اديك تعظيم سلام واقتنع ان في حد حرفه امتى في انهي قرن الاول ولا الثاني ولا 13 ولا 20 وفي انهي بلد هل في مصر ولا روما ولا ولا أنطاكيا ولا فلسطين ولا قسطنطينية ولا أفسس ولا فيش إجابة بالإضافة لأن الإنجيل نفسه جواه براهين صحته وموضوع كبير يدرس بس إذا كنت عايز تكون كارز يجب أن تكون مستعد دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف الذي ايضا يتكلم ضد الوهيه المسيح منتهى البساطه الرد انت ليه مستكتر ان الله يصير انسان ان الله على كل شيء قدير الكتاب المقدس بيقول كده برضه الله القدير لا يعصر عليه شيء غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله ايه مشكلة ان الله يبقى انسان عشان يشاركنا حياتنا ويخلصنا بدمه ايه المشكلة المشكلة لو كان حضرتك فاهم العكس ان المسيح انسان والبشر خلعوا عليه لقب الاله اللهوه تأليه الانسان مستحيل لكن تجسد وتأنس الله ممكن فالشكوك ضد الإنجيل والشكوك ضد المسيح والشكوك ضد الثالوث المشكلة أن يكون الثلاثة واحد ما احنا مش بنقول واحد زائد واحد زائد واحد بنقول ايه واحد في واحد في واحد عارفين ليه واحد في واحد في واحد بمنتهى البساطة طبعا النهاردة مش بدرس المواضيع دي بس بديكم مفاتيح ان انت تستطيع ان تكرز بسهولة إحنا عددنا كبير لأن كل واحد فينا محدود والمكان يسعنا كلنا لو جه النهارده ألفين من الشباب كنا نقول لهم يا جماعة القاعة لا تسع ألفين فكفاية كده إحنا قفلنا والباقيين بقى شوفوا لكم مكان تاني أما الله فهو غير محدود فعندنا ثلاثة أقانيم كل واحد منهم غير محدود فالاب يملا الوجود والابن يملا نفس الوجود والروح القدس يملا نفس الوجود وده اللي قاله المسيح ببساطه انا في الاب والاب في لو انت قلت ان الاب والابن اكنومين يبقى انت قصدي اه الهين يبقى انت فاهم ان الاله محدود وممكن الثلاثه يعودوا جنب بعض لكن لما تكون مؤمن ان الله يملا الوجود يبقى هو بيملا الوجود ولا يوجد وجود اخر غير اللي احنا عارفينه مش الكون المخلوق ده الوجود عموما لان الله كائن قبل الاكوان وهو اللي خلق الاكوان فهو وجوده شيء غير مدرك بالعقل يملأ الوجود والابن يملأ نفس الوجود، طب ليه في اب وابن وروح قدس؟ لأن الله علشان يكون الله لازم يكون منتج وإلا يبقى صنم فمنتج دية تتفهم مثلا في الخليقة إنه أنتج الخليقة لو هو الله منتج لأنه أنتج الخليقة يبقى الخليقة واجبة الوجود كان لازم يبقى في خليقة ومنذ الأذى طبعا ده مش حادث لأن الخليقة لها زمن حتى العلم نفسه بيقول كان لها بداية طب قبل الخليقة إيه طبيعة الله لو مش منتج يبقى صنم أمال هو منتج إيه خارج منه الإبن مولودا من الاب كمثل خروج الفكر من العقل وخروج الفكر من العقل في عده سمات اولا مش محتاج زواج عشان الفكر يولد من العقل ثانيا لا يوجد فرق زمن بين العقل والفكر وانس ان في عقل في فكر طالما في فكر يبقى طالع من عقل نمرة ثلاثة الفكر لما بيطلع من العقل مش بيسيبه طالع وهو لسه جوه فده ولادة الابن من الاب كمثل الفكر من العقل الفكر والعقل كلاهما ما نقدرش نشوفهم طول ما حضراتكم قاعدين ساكتين انا مش متاكد اذا كنت انت قاعد فكرك معايا بتتابعني ولا في موضوع شاغل ذهنك وسرحان فيه لكن لما تتكلم هيبقى مين اللي تجسد الفكر ولا العقل ها الفكر والعقل لا يتجسد فاراك ارى فكرك لما تتكلم او تكتب والفكر اللي انت اتكلمت بيه هو اللي تجسد لكن مش معناها فارق العقل لان لما بنقول الابن تجسد والاب لا يقول لك يبقى فصل انفصل لا الفكر بيتجسد وهو لسه جوه العقل وانت قاعد تكتب مقاله الفكر يتجسد في صوره كلام مكتوب وهو لسه جوه عقلك فسهل جدا التكلم عن الثالوث والكرازه به التحدي الثالث هو ضد الارثوذكسيه داخلا وخارجا داخلا بسبب أن بعض الخدام والدارسين تأثروا بكتابات الأرثوذكس البيزنطيين وقيل لهم أن هي دي الأرثوذكسية الصح وأن الأقباط بعدوا عن الأباء من أيام مجمع جمع خلق دنيا وبقى اللاهوت بتاعهم غلط فكل واحد فيهم بيشفق علينا ويقول غلابه ما يعرفوش احنا عرفنا وبقينا عندنا استناره بسبب قراءه الاباء وبعدين عايزين بقى يخلصوا الكنيسه مننا ومن تعليمنا الغلط فتلاقي كده حتت حتت في خادم هنا شغل الناس وخادم هنا شغل الناس وبدل ما كنا بنتكلم إيمان مستقيم كلنا في سيمفونية واحدة وفي عمل بنائي في الكنيسة بقى في بؤر من التعليم الغريب اللي بيدعي أن هو الصح وأن بقية الكنيسة غلط حركة شيطان عشان تشغلنا عن العمل البنائي أرجوكم لا تسمحوا لأحد أن هو ينشر أي فكرة غريبة وانت تنبهر بيها كانها حاجه صح والكنيسه كلها غلط واي انسان بيتكلم حاجه غلط لابد ان هو هيقع في نقره ما يعرفش يطلع منها يعني مثلا يقولون ان الله لا يعاقب ولا يوجد يحيم ولا جهنم وما ايه الكلام اللي قاله المسيح يقول لك يتفهم بطريقه رمزيه طب وسفر الرؤيا وبحيرة النار يقول لك اتفهم بطريقة رمزية أمال الناس اللي هتهلك إيه؟ أمال هيجيبهم ناس عن يمين وناس عن يساره إزاي يعني؟ يقول لك لا الإنسان هو اللي بيحكم على نفسه بنفسه وربنا واقف يتفرج أصل ربنا طيب عمره ما يحكم على الناس بأنهم يمرين في جهنم النار فالغلطان هو اللي بيزق نفسه في النار، لكن ربنا مش بيلقي حد في النار. طب ليه في القداس بنقول حدد يوما للمجازاه ويعطي كل واحد كحسب اعماله؟ تلاقي هو عمال يقول فكره بس في حتت بتقع منه ما يعرفش يجاوب. وتقول له طيب ليه المسيح اتجسد؟ يقول لك عشان يشفينا ويؤلهنا. طب يؤلهنا دي جت فين في صلوات الكنيسه جميع الليتورجيات القداس والتسبيحه وغيره 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 هل احنا تقابلنا مع كلمه يؤلهنا قانون الايمان بيقول هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا جاي من اجل الخلاص لانك اتيت والهتنا ولا خلصتنا يقول لك اصل انت مش عارف الخلاص هو التأليه طب ما كانوا ريحونا وقالوها هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل تأليهنا هنا نزل من السماء وتجسد إلى آخر هم ليه محتاجين لنا خلصنا عشان حضرتك تشرح لي أنه ألهنا تقول يعني أنت بتنكر التأليه لا ما بنكرهوش قاله الأباء بصيغة مخففة جدا بدليل ما جاتش في الليتورجيه ما هم كانوا بيركزوا في الليتورجية على الحاجات المهمة الأساسية طب ما هو تأليه الإنسان في فكر الآباء أن الحياة حياة أبدية بهالبساطة طيب هذا هو الوعد الذي وعدنا هو به الحياة الأبدية وإن احنا نشترك في صفات الله اللي نقدر نشترك فيها وبالمرة هقول لكم صفات تقولوا تنفع نشترك فيها ولا لا. اللي تنفع قولوا الف وما تنفعش تقولوا ب. الحكمة. الف. الرحمة. ال الكرياتيفيتي. الف. طب الدينونة. طب الحياة الأبدية. الف. طب الأزلية. الخلق. القدرة على كل شيء ضابط الكل إذا في صفات نشترك فيها مع الله يمنحها لينا هيبقى عندنا فرقين أو ثلاث فروق أول فرق إن في صفات لا يمكن نشترك فيها زي الأزلية والخلق والقدرة على كل شيء وضابط الكل والديان العادل لكن تكون رحيم تكون قديس تكون حكيم تكون كرييتيف تكون كل حاجة واخدها من ربنا أول فرق إن في حاجات ما نقدرش ناخدها نمرة اتنين إن الصفات دي في الله بطريقة مطلقة وفينا بطريقة نسبية نمرة ثلاثة إن الصفات في الله من ذاته لكن إحنا واخدينها منه عشان كده مهما قالوا تأليه ما تخليش راسك براس المسيح احنا اشتركنا في بنوه المسيح ولا لا ها ابناء ولا مش ابناء ايه الفرق بيننا وبين المسيح في الحته دي هو ابن بالطبيعه ونحن ابناء بالنعم بالتبني ففي ناس تقعد تبرج للشباب وبعدين في الحقيقه لو سمعوا محاضره تظبط الفكره يقول لك الله مالكته عننا ازاي ليه بقى الفكر السليم سهل يوصل للناس لكن الفكر الغلط فيه تعقيدات وفلسفة ولف ودوران وبعض الشباب يستهويه الفزلكة يعني أنا النهاردة لو قلت كم كلمة باليوناني وكم مصطلح وبالإنجليزي وبتاع الشباب يقول لك ده بيتكلم حلو طب قال إيه كلام كبير قوي طب قال إيه هو كلام حلو بس إحنا مش فاهمينه علامة إنه حلو إن إحنا مش فاهمينه أصل الراجل ده دماغ كبيرة فأنا جيت بهرتكم وما استفدتوش يتريقوا على البابا شنودة لأن كان أسلوبه واصل للناس ويتريقوا يقولوا إيه اللاهوت الشعبوي فاهمين اللاهوت الشعبوي طبعا علما بأن البابا شنودة لأن إحنا نفسه كان لاهوت شعبوي ولاهوت اكاديمي لما يتكلم مع الاكاديميين على اعلى مستوى ولما يدخل في حوارات مع الطوائف الثانيه كان يكسب الجوله وهو قاعد ومن غير تحضير وشفنا بعينينا ضد الارثوذكسيه داخلا اصعب من الخارجا الخارج مازال بقى بيهاتي على شفاعه القديسين والكهنوت والافخارستيا وجسد والدم والدهان بالزيت الحاجات دي كلها اظن قتلت بحثا اما التحدي الرابع فهو ضد الاخلاق والمشكله بتاعت التحدي ضد الاخلاق اليومين دول انهم يعتبرون هذا هو الصحيح وان احنا متخلفين بتقوم مظاهرات في امريكا من الناس اللي هم هوموسكشوال يمشوا في الشوارع بالاف البشر ومسكين الأعلام دي كبيرة كده وتلاقي الفيديوهات ويقولوا نشيد هناك نحن نستهدف أطفالكم منتهى الصراحة نستهدف ايه أطفالكم انتوا خلاص ما يقوس منكم انتوا مش عايزين تقتنعوا احنا هنعلم أطفالكم لو مسكت واحد منهم تقول له ليه ليه بتعملوا كده يقول علشان انت الراجل اللي عندك أخلاق انت بتعتبرها اخلاق ليه تلزم بيها ابنك وتعلمه حاجه هو جايز يرفضها تقول له طب منطقي انا هعلمه ولو كبر رفضها انا مش هكتفه لا ما تاثرش عليه ما تاثرش عليه ده الفكره دي موجوده في امريكا بطريقه مرعبه لدرجه جات لي امراه لما كنت هناك بتقول لي صلي لي لان جوز بنتي بيقول لها ما تحفظهمش الحان ولا توديهم الكنيسه ما تحاوليش تبرجم تبرجميهم تبارجمي... عشان ما يبقاش انت بروجرام معين في ذهنك صبتيه في ذهنهم سيبيه براحته هو اللي يختار تقول له ده اطفال صغيرين لا ما تسيطرش عليهم البرمجه دي غلط والست مش قادره على جوزها ومامتها طبعا هتموت مش عارفه تجيب العيال الكنيسه ولا يبقوا شمامسه ولا يحفظوا الحان هيطلعوا في اي جو ابوهم مقتنع بكده ودي فكره سائده عارفين بقى الاصعب منها ايه حاليا في بعض الولايات الامريكيه عندما يولد طفل لا يكتب في شهاده الميلاد انه ذكر او انثى بيسبوها لما يكبر يختار ويعتبروا كونك انت تسجله انه ولد طب ما هو ولد يقول لك افرض هو مش عايز لا هو ده حاجه كمان فيها اهو لا يعتبروا الاخلاق نوع من السيطره على الناس طب انت عايز ايه كل واحد يختار سكته طب يعني انت هتسمح ان واحد يسرق وتكون هي دي اخلاقه صح يقول لك لا ما يسرقش طب شو معنى دي يقول لك لا ما انت حر فيما لا تضر الاخرين فاللي عايز يغير الجندر بتاعه هو ما ضرش حد حقيقه هو ضر نفسه لانه لما يفوق مش عارف يصلح يمكن اللي سرق هيبقى عنده فرصه يرد لكن اللي شوه جسمه هيرد ازاي طبعا الافكار دي حد جدا بره استراليا وامريكا واوروبا وكندا احنا عندنا مش باينه لكن العيال بيدخلوا يشوفوا ويقتنعوا بافكار وممكن حد منكم تكون اتقابل مع ولد يقول لك طب وفيها ايه لازم نكون جاهزين ايضا بالكرازه في هذا المجال اول سؤال الكرازة المعاصرة تحدياتها ومحتاجة إيه نمرة اثنين بماذا نكرز الكتاب المقدس على فم معلمنا بولس الرسول قال لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل المسيح موضوع كرازتنا هو المسيح اي حاجه تانيه عشان توصل للمسيح وارجو كل واحد فينا يكون حاطط دي في باله ما نتهش عن المسيح وما نتهش الناس عن المسيح بنعمل مهرجان كرازة عشان الولاد دول ما يضيعوش وقتهم في حاجات تضيعهم عن المسيح بس اوعى تكون انت ضيعتهم عن المسيح بالمسابقه انا خايف عليه من الميديا الغلط ببعده عنها بانه يعمل اكتيفيتيز وحاجات حلوه تنميه لكن انا خدته من حاجه غلط لحاجه صح والاثنين بعدوا عن المسيح لازم دايما هدفنا هو المسيح نكرز بالمسيح علاقتنا بالقدسين بتربطنا بالمسيح مش بتشغلنا عنه بعد ما نقول اكسيوس بنقول اجيوس مش كده في القداس اكسيوس لمين القديس واجيوس بعد السنكسار بنقول اكسيوس وراها اجيوس نرفع النظر للمسيح النداء اللي بيقول الشماس في القداس الى الشرق انظروا تقول لي حضرة الشماس الكنيسة اساسا مبنية ناحية الشرق كل الدكك ناحية الشرق وكلنا باصين ناحية الشرق قول لزملاتك الشمام سألوهم باصين على الجنب احنا باصين ناحية الشرق هو مش قصده ان احنا مش باصين ناحيه الشارع لكن قصده ايه ركزوا على المذبح ايها الاكليروس وكل الشعب ارفعوا اعينكم ناحيه المشرق لتنظروا المذبح جسد ودم عمان وقيل الهنا موضوعين عليه اوعى تكرز بحد تاني غير المسيح ولا تكرز بنفسك ان انا ابقى الخادم المحبوب اللي يلتف حواليه الشباب خلي دي خطوة ستيب لو هم أحبوك it لأن لن يخلص بسببك إلا من يحب بس ارفع عنهم للمسيح يلا نصلي ويفرحوا بالصلاة يعني أنت استلمتهم في النروز اللي فات لا عايزين يصلوا ولا عايزين يسمعوا ولا عايزين يحضروا قداس وعايزين طول الوقت هزار واقفين في الحوش مش عايزين يدخلوا وادخلهم بالعافية يقول لك لما تأخذ الصلاة هدخل وهو قاعد بيلعب في الموبايل ومش مركز معاك اوكي السنة الجاية بقى في الناروس هيكون حالهم ايه انت عملت ايه الخادم الشاطر اللي هو مركز على المسيح يحببهم في ربنا يحببهم في الصلاة يحببهم في القداس يحببهم في الخلوة شبابنا مش وحش شبابنا لو لقى الفرصة هيشبع قوي بربنا احيانا كتير اتقابل مع ولد شكله ما يجيبش عامل لي شعره كده وفلوس هدومه كده مش عارف ايه والاقيه من جوه حلو حلو جدا ويسال اسئله في منتهى العمق ويقول لي روح اروح السماء امال ايه الشكل ده؟ تركز فيه احيانا نأخذ انطباع عن شبابنا ان هم عاصي وان هم مش عايزين ربنا مش عايزين لا هم عايزين بس يشوفوه فيك لما تكرز بالمسيح لازم يشوفوه فيك وطبعا عندما نتكلم عن المسيح نتكلم بعقيده صحيحه والعقيده الصحيحه يجب ان نستقيها من مصادر صحيحه اول ما يكون في كاتب او متكلم عليه علامه استفهام بناقص بناقص هو ليه اللي عليه علامه استفهام هو ده اللي ركز معاه يا اخي ما الكنيسه فيها عشرات بل مئات بل الوف الخدام والكتب عندنا ملايين الكتب ما اي علامه استفهام وكتاب مشهود لهم من الجميع لا هروح بقى للكتاب اللي عليه دوشه وهأقتنع بيه واقوله للولاد طب ما هي الميه عكره ازاي تسقي ولادك من ميه عكره تقول لا ما انا شلت القش اللي فيها طب ما فيها ميكروبات هو انا لو لقيت ازاز كوبايه ميه قدامي مشبره وانا هموت من العطش وعليها من فوق قشايه اشيلها واشرب وما هو انت مش عارف نزل ايه مع القشايه دي يعني ايه فايدة ان انا اشرب واتسم واموت وخصوصا الخراطقة يضعون السم في العسل لسه واحد من الشباب بعت لي وانا في السكة صورة صفحة في كتاب في الحاشية تحت مكتوب ان الله الاب بسبب طاعة الابن منحه الألوهة وبيقول هذا القول للقديس كرولس الكبير قلت له مش ممكن هو الولد ده باحث حلو قلت له لو سمحت شوفها باليوناني ايه قعد يدعبس لغاية ما وصل باليوناني قال لي ده المعنى اللي موجود عكس كده تماما ما احنا ما ناخدش الكلام على انه مسلم بيه لما تلاقي حاجه مشكوك فيها لا يمكن مين يقول ان الاب منحه الالوهه؟ انت عارف بيعلق على ايه؟ ان هو اعطاه اسما فوق كل اسم. يقالك لك من اجل طاعته والخلاص اللي عمله الاب بقى قال له يلا تبقى اله للبشر. ده ايه الكفر ده؟ ده كفر. كيف يتكلم انسان مسيحي ان المسيح منح الالوهه؟ قال لي ده في اليوناني الاصل بقى لان الولد باحث وحلو بيجيب اليوناني حتى لو مش عارف يوناني في انترلينير كل كلمه تحتيها كلمتها بالانجليزي لازم نكون مدققين جدا في العقيده التي نشرحها وما متخافوش تخافوش ليه اذا اخطات ممكن اتصلح امتى الواحد يحسب هرطوكي ده قاعده في الكنيسه على فكره موجوده من زمان امتى الانسان يحسب هرطوكي مش اللي غلط لكن اللي اصر على غلط فانت حتى لو غلط خليك متواضع قول انا غلطت في الحته دي واخواتي صححوني الكرازه المعاصره لها تحديات نقدر نواجهها بماذا نكرز بالمسيح بعقيده حقيقيه سليمه نقيه اخر حاجه دوري انا كخادم لا تمتنع نحن الان بين ايدينا وسائل عظيمه جدا لنشر الايمان الميديا للاسف شبابنا القبطي يستخدمونها لإثارة المشاكل والإنزعاج وتضخيم المواضيع والناس تقعد ترغي يومين ثلاثة في موضوع ملوش لازمة ملوش أصل وكله بيخبط في كله يجب أن الميديا تستخدم في الكرازة أنت تعلم أن ليك أصدقاء من هنا ومن هنا لو انت كتبت بوست حلو فيه عقيده جميله مشروحه حلو القارئ يقول الله ما الناس دي عندها منطق استنى اشوف بيقول ايه لو دخل على الفايل بتاعك هيلاقي جمهور البوستات بتاعتك كلها بناء احيانا لما الاقي حد كاتب حاجه يعني فيها توجيه لوم ليا او انتقاد او بتاع ادخل اشوف هو مين ده الاقي حاجات من هنا وحاجات من هنا واغاني ورقصات وبتاع هو ده اللي بيفهم في اللاهوت وبيقول لي انت غلطان خلاص بقى بقى ما مش يعني مش محتاج ارد عليه طب انت بقى كخادم اللي هيدخل على الفايل بتاعك هيشوف ايه كلها فيها بوستات قيمه اقوال اباء ايات شرح بسيط ودقيق ومقنع فاللي دخل عندك إن خلاص انت وصلت له كلمة رب دورنا احنا ان نساهم في الكرازة بطريقة بناءة وخلي بالكم اذا كان الكتاب المقدس قال ان كل كلمة تخرج من افواهكم تكون للبناء للتعليم لا تخرج كلمة ردية من افواهكم لكن كل ما هو صالح للتعليم والبناء هيبقى أنت فعلا بتشارك في بناء النفوس احنا هدفنا في الكرازة مش إن احنا نكتر على المسيحيين الحكاية مش بالكترة لكن إن احنا نفتح باب خلاص لمن يرغب أن يخلص احنا مش بنفتخر بأرقام زمان داود لما افتخر بالرقم ربنا أداله ضربة أنت بتعد الشعب ليه داود عشان اقول انا ملك على قد ايه ضربه وعقبه فاحنا ما يهمناش التعداد يهمنا خلاص النفس وزي ما ربنا عمل الخطة للرسل قال لهم مبتدئا من أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض خطتك في الكرازة يكون أورشليم اليهودية هي فصلك وخدمتك السامرة هي بقية المسيحيين ما بيجوش وبعدين ادخل لأقصى الأرض ما كانش ينفع ان الحكاية الهرم يتعكس نفسي اجيب كل الناس ربنا وانا اصلا مش حلو الفصل اللي انا بخدمه مش قوي الكنيسة اللي انا بخدم فيها فيها نزاعات وخناقات وانا عايز اقول للناس اعرفوا المسيح ابدأ بالداخل ثبت نفسك في الإيمان بالمسيح ثبت مخدوميك ثبت كنيستك عشان الخارج يبقى متطهر أيضا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين في أسئلة؟ ده أنا عندي اجتماع بعديكم السؤال ده جالي في اكتر من حته نشعر بالقلق تجاه خلافات داخل المجمع لا يوجد خلافات داخل المجمع لكن يوجد اراء هو الاراء تحسبوها خناقه وخلافات هل عبارة أن المسيح نام بجسده وانتهر الريح بلاهوت عبارة صحيحة؟ وعايزين دون الوقوع في النسطورية. النستوري. النسطورية إن المسيح شخصين الله وإنسان لكن في الفكر الأرثوذكسي المسيح شخص واحد لاهوت وناسوت في اتحاد كامل اسمه اتحاد اقنومي أو اتحاد طبيعي بنقول طبيعة واحدة من طبيعتين ويصف يوصف هذا الاتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا تشويش ولا تلاشي ولا انفصال ولا استحاله. بس يجوز ودي قالها القديس كيرلس ان انا انسب بعض الاعمال للناسوت واعمالها للهوت يعني مثلا نقول بس في الشخص الواحد في الاجبيه نقول يا من ذاق الموت بالجسد لان اللاهوت لا يموت. ففعلا كان نايم ناس انسانيا وهو حي وصاحي لاهوتيا سؤال ماذا عن خدام مقاومة لأي فكرة بناءة في الخدمة ودايما يهاجموا البناء أكثر ما يخدمه برضو أنا مفروض الخدام اللي بيهدوا دول ما ما يهدوش خليكوا عاقلين واخدموا لكن أنا بقى اللي ناوي أخدمه أبني لو لقيت حد بيعارضني ما ضيعش البناء واقعد اتناقش معاه واتخانق معاه ونضيع وقتنا في المناقشات. بيقول لك بدل ان تلعن الظلام اضيقه شمعه فانا في مجالي في حتتي بخدم الفصل دوت احفظهم الحان يلا نقف نصلي بالايجبيه ما تيجوا نحضر العشيه طب تيجوا نعمل تسبحه طب تيجوا نعمل خلوه في الدير يبقى ايه انت بتعمل عمل بناء وهتلاقي مع الوقت اللي بيهد دوت هو نفسه يتهد واللي بيبني يكمل خدم واحد بيسالني ايه رايك في حسابها صح انت عايزني اقول رايي ايه عايزني اقول ايه يعني يعني اتعجب ان بعض الناس عارفين الراي وينكشوا وبعدين يطلع يقول لك شوف متعصب. طيب انا عندي اجتماع تاني سبعة ونص جنبكم هنا وانتوا عندكم اظن محاضرة تانية ولا ايه؟ خليهم للمرة الجاية يعني. اه. اتصور. استاذنكم نفضل قاعدين سيدنا انا استسمح ان يفتح أرجوكوا محدش يتحرك من مكانه، تأهينا هيبقى موجود وهنتصور كلنا معاه. محدش يتحرك من مكانه. استاذنكم بلاش السيلفي معلش طيب هقول لكم عشان نكسب وقت